بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في سلسلة فيديوهات الـ Open Source Data وطريقة تحميل البيانات مفتوحة المصدر من المواقع المختلفة. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي نحمل شبكات الطرق أو البيلدينجز أو الخدمات البوينت اوف انترست او شبكات الكهرباء او شبكات الري او غيرها من البيانات الموجوده على موقع اوبن ستريت ماب. في الحقيقه الموقع بيتيح ليك ان انت تعمل داونلود بطريقتين. طريقه الجزء الصغير او الاريا السمول اريا، والطريقه اللي هي الجيو فابريك او اللي هي اللي بتتيح ليك ان انت تعمل داونلود لمنطقه كبيره. الموقع او رابط الموقع هسيبه لكم تحت الفيديو. مجرد ما تدوس على الرابط هيظهر معاك الموقع بالشكل ده. طبعا ده الموقع اللي هيظهر معاك بالشكل ده، طبعا انا كنت فاتحه قبل الشرح. انا عملت زوم ان على منطقه معينه وليكن مدينه 6 اكتوبر مثلا في مصر، وبعدين عند حضرتك لو انت شغال بالعربي هتلاقي نفس الشكل، لو انت شغال بالانجليش هتلاقي من الشمال لليمين، طبعا هتلاقي كلمه صدر دي او صدر دي هتلاقيها اكسبورت، هتلاقيها اكسبورت. انا هعمل كده صدر، تمام. هلاقي طبعا عندي هنا الإحداثيات بتاعت المنطقة الشمال وجنوب وشرق وغرب اللي أنا محتاجها. لو أنا عارف الإحداثيات بكتبها على طول. طب لو أنا مش عارف بقول له اختيار يدوي وبختار المنطقة بتاعتي، بشد أحرك المربع ده زي ما أنا عايز أو أشده تكبير وتصغير زي ما أنا عاوز بالشكل ده، أشد وأدوس. أنا عاوز المنطقة دي كده وليكن. طبعا بيديني هنا منطقة صغيرة جدا، يعني قد لا تتعدى مثلا 5 كيلو في 5 كيلو أو حاجة زي كده. لو أنا كبرت المربع ده بشكل أكبر من المتاح هتلاقي كلمة صدر اختفت، اللي هو مثلا لو عملت كده بصوا كلمة صدر أو الأيكون ده موجود أو الإكسبورت، لكن لو كبرت بالشكل ده هتلاقيها اختفت. أنا أكبر في المتاح وليكن أهو في المنطقة دي كده في 6 أكتوبر مثلا، وأقول له صدر أو إكسبورت طبعا لو أنت شغال بالإنجليش، هو بيعمل بريبيرنج ويبدأ يعمل داونلود. أوكي، يقول لي إن أنت عندك ميني مشكلة. تاني اختيار يدوي أقول له يعني أحاول أحرك بس عشان الإيرور اللي جاء، وقول له تصدير. انا يعني عملت زوم ان وبيقول لي ان انت عندك ما ينفعش تزيد عن 50,000 نود او عقدة يعني تقاطع، فانا صغرت شوية على قد جزء معين اهو، وهبدأ اقول له يعني اعمل عملية تصدير من اول وجديد مثلا، يعني اهو بدأ يعمل عندي داونلود اهو. انا هروح دلوقتي على الداونلود عرض في المجلد وافتح برنامج جلوبال مابر، تمام، او ارك جي اس، واقول له اوبن. طبعا يعني ادي خط كهرباء على سبيل المثال اهو من ضمن الخطوط اللي موجوده. انا عندي تشوه في الداتا لكن انا بقدر احل المشكله دي بالارك جي اس، بسيطه يعني مش صعبه ولا حاجه. لكن الشاهد من الموضوع او الشاهد من الكلام ان انا عندي بوينتس وعندي لاينز وعندي كمان بوليجونز اهي، الاسود ده على سبيل المثال بوليجونز، والبوينتس اهي كل بوينت مديها ليها اتريبيوت تيبل اهو، مطعم مثلا، مسجد، غير ذلك.
ادي البوينتس الموجودة اهي، كل دي هتلاقي لها على الارك جي اس. لو انا عملت فايل اكسبورت فيكتور فورمات وجيت هنا قلت له شيب فايل اس اتش بي شيب فايل اوكي، قلت له انا عايز البوينتس بس مثلا يعني، او عايز الاريا يعني، وات ايفر انت عايز ايه. اللي انا عايزه اخلي البرنامج يكسبورته، هنا اقول له مثلا خدمات او سيرفيس واقول له اوكي، وبعدين اجي تاني اقول له فايل اكسبورت فيكتور داتا شيب فايل، واقول له مثلا الاريا المساحات، لو عايز اللاين اكتبها اقول له اريا واقول له سيف اوكي، عمل اكسبورت. طب انا عايز افتح الكلام ده على الارك ماب، اقول له اهو اوبن، لو عايز شبكة الشوارع بتقول له لاين في الاكسبورت، او تفتح على طول على الارك ماب دايركتلي يشتغل معاك.
طيب انا طبعا وقفت الفيديو علشان التحميل ما ياخدش وقت، وبعدين خلص تحميل اهو هعرض الملف بتاعي، هاخده كوبي مثلا، هاخده كوبي واجي على الديسكتوب عشان يبقى في الفولدر بتاعي اللي انا بحط فيه الداتا، واقول له بيست بيست. وطبعا مصر كلها 209 ميجا، ده ملف مضغوط. لما هفرد الملف ده هيبقى اكبر من كده، هقول له extract to Egypt. تمام، من هنا هروح على الارك ماب اشيل الحاجات دي بقى دلوقتي. تمام.